زلنا نناقش هذه التصريحات أو هذا التقرير الذي خرج من مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني التي وصفت تصنيفها الائتماني لمصر عند بي بي على المديين القصير والطويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا. المؤسسة أيضا كما ذكرنا أكدت قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة. أيضا ذكر التقرير الخاص بالمؤسسة أن الاقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات، وهذا يجعل احتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي تكون مؤقتة، وأيضا يعاود الاقتصاد المصري انطلاقه متوقعا تراجع معدلات الدين الخارجي والحكومي بحلول عام 2022. دكتور علي عطيه مسعود عميد كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه بني سويف ينضم الينا الان في هذه الفقره. دكتور علي اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. طيب ما زلنا نناقش هذا التقرير للمؤسسه، وهناك كما ذكرنا منذ قليل رغبه في ايصال هذه المعلومات بطريقه مبسطه للمواطن المصري، بمعنى انه هذه الاشادات الدوليه بالطبع كل علماء الاقتصاد بيفهموا جيدا كيفيه انعكاسها على السوق المصري وعلى احتياجات المصريين، اما المواطن المصري كيف تستطيع ان تقرا له هذا التقرير؟ باختصار شديد ان احنا يمكن من قبل التقرير ده من كام يوم صندوق النقد الدولي برضو في تقرير ليه عن اداء الاقتصادات العالميه قال انه الاقتصاد الوحيد اللي هينمو في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا والدول العربيه ككل هو الاقتصاد المصري بمعدل نمو 2% وباقي الاقتصادات تتراجع منها اللي قد يتراجع ب 12%. ده نقطة مهمة جدا، وإن كنت أرى في ضوء أداء المتميز للحكومة المصرية للأزمة وفي ضوء المشروعات القومية اللي ما اتخذهاش المشروع التقرير صندوق النقد الدولي إنه الاقتصاد المصري مش هيحقق 2% ولكن قد يصل إلى 4%. دي حاجة. الحاجة الثانية، ليه بقى الاقتصاد المصري قدرته على امتصاص الأزمات كتيرة؟ لأنه باختصار شديد إن هو اقتصاد very well regulated، بمعنى انه اقتصاد فيه قواعد واسس واضحه جدا، وقدره السياسات الاقتصاديه والقائمين عليها على صياغه السياسات الاقتصاديه تناسب مع الموقف عاليه جدا. على سبيل المثال لو احنا قلنا سوق المال، ودايما الهزات في الاقتصاد بتبدا في سوق المال، فسوق المال في مصر في قواعد كثيرة جدا صارمة بتحكم الأداءات في سوق المال، البنك المركزي متحكم في السياسات النقدية بصورة كبيرة جدا وأداؤه كان أكثر من راقي. ده بيخلي الاقتصاد المصري حقيقي قدرته على امتصاص الصدمات عالية. ده بالإضافة خلال الفترة اللي فاتت بعد الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي هنلاقي انه قدره الاقتصاد المصري على امتصاصات الازمات كويسه بسبب انه احنا عندنا سعر صرف حر حاليا. لكن لو في الظروف دي وعندنا سعر صرف ثابت كان هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا 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 في صدمه اقتصاديه داخليه. اذا حضرتك بتوضح لي انه صحيح انه هذه التقارير او هذه الاشادات ليست جديده، ولكن ما تم من خطوات كان هو السبب في هذه النتيجة في ظل هذه الأزمة اللي بيواجهها العالم كله. ده حقيقي. غير كده ان احنا برضو كان لينا تميز شوية ان احنا بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ اجراءات استباقية قبل الأزمة ما تظهر في مصر بصورة واضحة. يعني احنا بمجرد ما ظهرت أزمة كورونا لقينا الحكومة المصرية والتوجهات القيادة السياسية بتخصيص 100 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة. ده بيعمل ايه في السوق؟ الأثر بتاع ال 100 مليار جنيه ده أكبر بكتير جدا من ال 100 مليار. ليه؟ لأنه بيهدي السوق وبيهدي المتعاملين في الأسواق المالية وأسواق المنتجات، وبيبعت رسالة للمستثمرين إنه الحكومة المصرية والدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية في ظهر المستثمرين وفي ظهر المتعاملين في الأسواق ولن تسمح بتراجع للاقتصاد المصري وستكمل ما بدأته من إصلاحات اقتصادية.
طيب في دول دكتور علي تعرضت لابتهازات كبيرة جدا في الاقتصاد وفي مؤشرات مهمة مثل مؤشر البطالة أو مؤشرات أخرى لها علاقة بالاقتصاد بسبب هذه الأزمة، ما الفارق هنا؟ يعني السياسات هنا بتختلف حسب طبيعة هذه السياسات أو حسب نوعية هذه السياسات أو حسب الأزمة وطبيعة الأزمة اللي بتمر بيها الدولة أو بيمر بيها العالم بشكل عام، يعني كيف نستطيع القياس؟ طيب هي الأساس فيها استجابة الدولة ومؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمة. نعم. لأنه يعني أنا بضرب لحضرتك مثل بسيط جدا. لو احنا كلنا لو احنا طلعت إشاعة إنه سعر السكر هيغلى فكلنا هنروح نشتري سكر. ونفضل محلات السكر فالسكر هيغلى. نعم. لو في حالة التعامل مع الحكومة تتعامل مع الإشاعة إنها تضع كميات السكر كبيرة جدا والناس تروح للسكر تلاقيه موجود، ده معناه ايه؟ ده معناه ان بيهدي السوق. ده اللي حصل في مصر حقيقي. اللي حصل في مصر انه الحكومه ادت رساله طمانينه ورساله ذات مصداقيه، لان ممكن اي دوله تطلع القيادات السياسيه بتاعتها والحكومات بتاعتها وتدي رسائل طمانينه، دي واضحه جدا. لكن هل هي الرساله كريدبل ولا مش كريدبل؟ ذات مصداقيه ولا مش ذات مصداقيه؟ احنا يهمنا الاول في اداره الازمه دي كانت بشفافيه ومصداقيه. ده العنصرين اللي ما توفروش في دول كتير جدا. انه اولا الاجراءات كانت متاخره شويه. ثانيا انه الاجراءات ما كانتش ذات مصداقيه للمتعاملين في الاسواق المختلفه، فبالتالي فقد اثرها بصوره ملموسه. طيب إمكانية توصيل هذا الأمر، وأنا حابة أن أنا أركز على هذه الجزئية تحديدا، إمكانية توصيل هذا الأمر للمواطن البسيط اللي بيهتم الآن باحتياجاته، بيهتم الآن بمدى تأثير هذه الأزمة على حياته اليومية، حياته يعني المعيشية، هذه المسألة كيف تترجمها له؟ كيف من الممكن أن تنعكس كل هذه الإشادات على حياة المواطن بالفعل؟ ببساطة شديدة أداء الحكومة كان واضح جدا متميز، فما فيش أي حد فينا من حضرتك أو أي حد مواطن مصري في الميت مليون مواطن مصري راح يشتري منتج وما لقاهوش في السوق. نعم. خصوصا منتجات المواد الغذائية. لكن احنا شفنا قد إيه الطوابير في دول ودول متقدمة، الطوابير وصلت ل 10 كيلو متر الطابور عشان الحصول على. فقدنا الاتصال بدكتور علي عطية مسعود. على أي حال بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا، دكتور علي عطية مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، شكرا جزيلا لك.